مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم علامات التبويض المبكر بعد الدورة الشهرية. تتابع السيدة مرحلة التبويض بدقة، حيث أنه من المعروف أن الحمل يحدث في أيام التبويض، والذي يكون غالبا في منتصف أيام الدورة الشهرية، أي بداية من اليوم 14 للدورة الشهرية. تختلف المدة الزمنية اللازمة لنضوج البويضة من سيدة إلى أخرى، ولكن في الغالبية العظمى من السيدات تنضج البويضة بعد اليوم 14 من بداية الدورة الشهرية، وذلك بالنسبة للسيدات التي لديهن دورة منتظمة، فيجب أن يتم تلقيح هذه البويضة خلال 48 ساعة، وهي فترة حياة البويضة، فإذا لم تلقح أو تخصب خلال هذه الفترة تموت وتنتهي فرص حدوث الحمل في هذا الشهر. يختلف موعد تلك الفترة من امرأة إلى أخرى طبقا لليوم الذي حدثت فيه عملية التبويض، ولكنها في الغالب تكون منذ اليوم الأول لآخر دورة شهرية وحتى حدوث التبويض، ويطلق عليها كذلك مرحلة الجسم الأصفر، حيث تبدأ تلك المرحلة من اليوم الأول لحدوث التبويض وحتى موعد الدورة الشهرية التالية. أكدت التجارب والأبحاث أنه من الممكن حدوث تبويض مبكر لدى بعض السيدات نتيجة لاختلاف مستوى الهرمونات، وقد يحدث ذلك بداية من اليوم الثامن للدورة الشهرية وليس قبل ذلك، ويحدث ذلك في الحالات التي تكون فترة الحيض لديها أقل من 22 يوما، وكذلك في حال استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 5 أيام. هنا يكون موعد التبويض المتوقع بعد انتهاء الدورة الشهرية بأيام قليلة، ولكن هذه الحالة لا تحدث مع السيدات التي تكون لديهن فترة الدورة الشهرية طويلة، أي ما يزيد عن 28 يوم أو أكثر. أما عن الأقاويل التي تدل على حدوث الحمل بعد الغسل مباشرة من الدورة الشهرية، فإنه لا صحة لها على الإطلاق.